السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم منير علم الدين ومحدثكم من برنامج حديث العاصمة وقناة الصحة والجمال، البرنامج الذي سيخوض في كل القضايا السياسية والرياضية والاجتماعية والفنية. سنصول ونجول في كل أنحاء جمهورية مصر العربية، سنصل إلى من أقصى إلى أقصى في تلك الأحداث. سوف نتابع ونناقش كل الآراء ونحاور كل العقول من أجل أن نصل إلى عقلية المشاهد المحترم، العقلية التي ستتابعنا في الفترات القادمة. في الحقيقة كان لينا يعني حسن الحظ في اختيار أولى حلقات البرنامج في شهر يناير، علشان نكون من سعداء الحظ في الحديث عن يعني حدث تاريخي من الأحداث التي سجلت ودونت في على مر التاريخ، وهو في يوم 25 يناير عام 1952. في هذا اليوم الذي هو يعني نحتفل به في هذه الفترة مع عيد الشرطة أو مناسبة عيد الشرطة المصرية، طبعا يمكن حصل في هذا الوقت أن قامت القوات البريطانية أي قوات الاحتلال البريطاني أن زحفت على مدينة الإسماعيلية كي تقوم بإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية من خلال القوات الشرطة المصرية التي كانت موجودة في هذا الوقت آنذاك. طبعا كان يعتبر ضابط الاتصال في هذا الوقت هو المقدم شريف العبد، الذي انتابه أو حدث بينه وبين قائد القوات البريطانية في هذا الوقت اجتماع. كان هذا الاجتماع في بمثابة أن أكون هناك طلب موجود للقوات البريطانية أو للقوات المصرية الموجودة داخل محافظة الإسماعيلية. هذا الطلب هو إخلاء مبنى المحافظة وتسليم الأسلحة الموجودة مع الأسلحة الموجودة مع ضباط الشرطة المصرية في هذا الوقت. طبعا حدث في أن طبعا اتصل ضابط القوات المصرية في هذا الوقت بالسيد اللواء فؤاد سراج الدين، وهو وزير الداخلية في هذا الوقت، الذي أمر القوات الشرطة المصرية في هذا الوقت أن تقاتل حتى آخر رجل، وأن تطلق أسلحتها وتطلق أعيرتها النارية حتى آخر طلقة. إن شاء الله هيكون معانا النهاردة ضيوف كتار وضيوف عزاز علينا. الضيوف دول هيكون محتاجين نعمل مداخلات معاهم. هيكون معانا النهاردة إن شاء الله أحد ضباط الشرطة المصرية وأحد القيادات العظام اللي ليهم باع طويل في مجال السياسة ومجال العمل العام، وسيكون معنا أيضا في يتلوه أحد أفراد أو أحد نائبات مجلس النواب وعضو مجلس عضو البرلمان الحالي الدكتورة سحر صدقي. ولكن سنصل بعد تلك الفقرة السياسية إلى مرحلة الرياضة، وسيكون ضيف هذه الحلقة في هذا اليوم هو الكابتن محمد نصر، مدير النشاط الرياضي في نادي الداخلية. ثم نختم هذه الحلقة بمسابقة أشهر ناشئ في مصر وإعلان نتيجة الدور التمهيدي الأول. معنا اتصال هاتفي من سيادة اللواء مصطفى الرزاز مساعد وزير الداخلية. ألو، صباح الخير سيادة اللواء. صباح النور، إزاي حضرتك يا فندم؟ طمنا عليك. الحمد لله وكل عام وانتم بخير. كل سنة وحضرتك طيب وبألف صحة وسلامة. ومحتاجين حضرتك يا سيادة اللواء طبعا، وإحنا في عيدنا رقم 67، الحدث التاريخي المفترض أن إحنا بندرسه لأجيالنا وبنعلمه لأولادنا في الوقت الحالي، تكلمنا عن دور رجال الشرطة في حياة المواطن العادي. أولا كل سنة وانتم طيبين والشعب المصري كله بخير. بالنسبة لدور رجل الشرطة، رجل الشرطة بيعتبر هو الحصن الأمن والأمان للوطن وللمواطنين. بدون رجل الشرطة لازم نقول إنك تعم الفوضى في المجتمع وتسود حالة من عدم الاستقرار. ورجل الشرطة بيقوم بحماية الممتلكات والأعراض في المجتمع، بالإضافة إن رجل الشرطة بيقوم بدوره المسموح له من خلال القانون. سيادة اللواء، يمكن طبعا حضرتك من كبار الشخصيات الشرطية في وزارة وأحد أبرز القيادات السياسية في وقتها، محتاجين من حضرتك تقول لنا هل في فرق موجود ما بين رجل الشرطة الحالي وما بين رجل الشرطة في أيام الثورة وما بعد الثورة وما تلاها من ثورة 52 ولا لا؟ طبعا لازم هيبقى هناك فرق، يعني أكيد هناك فرق بين ضابط الشرطة أو فرد الشرطة في الماضي وفي الحاضر. في الماضي ما كانش فيه العتاد الموجودة، ما كانش فيه المعدات اللي موجودة حاليا،
فطبعا كل يوم في تطور، بالاضافه للتكنولوجيا اللي موجوده، بالاضافه للدورات التدريبيه اللي بتقوم بها وزاره الداخليه النهارده علشان تغير من فكر المواطن والمواطنين. بالاضافه حتى النهارده لوزاره الداخليه يعني حاجات دخلت في دورات، بتعمل دورات تدريبيه اللي في حقوق الانسان، بالاضافه للتخصص. يمكن زمان ما كانش في تخصص لضابط الشرطه، لكن حاليا في فروع كتير جدا وادارات كتير جدا تابعه لوزاره الداخليه، كل ضابط او فرد فيها بيقوم بدوره. فطبعا هنا بيختلف عن اكيد عن ضابط الشرطه في فكره وفي لبسه وفي سلاحه في معداته في الحاضر عن الماضي. طيب سياده اللواء، حضرتك دلوقتي يعني ذكرت كلمه التخصص اللي صدر واللي حصل في الاونه الاخيره، هذا التخصص اعتقد انه خدم المواطن المصري، ولكن هل هذا التخصص خدم ضابط الشرطه ام لا؟ طبعا اكيد في خدمه المواطن وفي خدمه الضابط، والضابط بيطلع لضابط الشرطه لما في دراسته بيدرس كل ما هو خاص بالامن او الامن العام، لكن في بعد كده علشان اخصص ضابط في حاجه معينه بديله دورات تدريبيه في تخصص معين علشان يديني النتائج احسن. فطبعا ده بيبقى مطلوب النهارده في الوزاره او في الدوله، التخصص يدي اي في دراسته هيديني النتائج المطلوبه منه. طيب سيادة اللواء، حضرتك شايف، أو يمكن هو سؤال يعني هيحتاج إجابة جريئة من حضرتك، حضرتك شايف وبصفتك أحد أبرز القيادات الشرطية داخل الوزارة، إن رجل الشرطة واخد حقه سواء المادي أو المعنوي؟ مهما ياخد ضابط الشرطة مش هتديله برضو حقه، لأن العقيدة عند ضابط الشرطة أو فرد الشرطة الأداء عمله حتى لو وصل للاستشهاد، معنى ان الضابط يوصل للاستشهاد مهما تديله مهما تعوضه، هتعوض اسرته او ولاده عن استشهاده او ضبطه او كده، ما اعتقدش يعني. سياده اللواء، يعني حضرتك تفسر بايه وجود اعداد كبيره جدا من طلبه الثانويه العامه كل سنه للتقدم في كليات الشرطه، وحضرتك بتشوف وكلنا بنشوف وعلى مسمع ومرأة من الجميع اعداد غفيره من طلبه الثانويه العامه كل سنه بتحاول انها تلتحق بكليه الشرطه، برغم ان هي بتشوف ان النهارده ضابط الشرطه بقى مستهدف من قبل الجماعات الارهابيه. يعني اعتقد ان هذا الاجراء المفروض ان هو بيهد من عزم طالب الثانويه العامه ان هو ما يحبش ان هو يكون ضابط شرطه، ومع ذلك بنشوف اعداد كبيره جدا من طلبه الثانويه العامه بتتقدم سنويا للالتحاق في كليه الشرطه. ده سؤال جميل جدا من حضرتك يعني، لكن هو 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 ده معدن الشاب المصري او المواطن المصري، لارتباط صوره رجل الشرطه في الاذهان بالشجاعه والقوه والبطوله، دي بتخلي الطالب يتقدم للعمل في جهاز الشرطه. جميل يا فندم. طيب هو برضه سؤال هيحتاج اجابه جريئه من حضرتك يا سياده اللواء، وطبعا اتعودنا من حضرتك على الصراحه دايما. حضرتك بتشوف ان في بعض الناس في الوقت الحالي وفي احتفالاتهم ب 25 يناير بتكون احتفالات بالثوره، حضرتك شايف ان احتفالات الناس بثوره 25 يناير في يوم 25 يناير بيطمس حق رجل الشرطه او بيطمس الدور او بيخلينا نختزل يوم 25 يناير في ثوره يناير بدون الرجوع لثوره 52 ويوم عيد الشرطه اللي هو احنا بنحتفل بيه النهارده؟ حضرتك شايف ان ثوره 25 يناير والاحتفالات بتاعتها طمست دور رجل الشرطه في عيده اللي هو عيد الشرطه؟ بالعكس، يمكن في وعي في الشعب المصري، يمكن حاولت الجماعات الارهابيه وجماعه الاخوان الارهابيه في 25 يناير ان هي تقام الثوره يوم 25 يناير يوم عيد الشرطه، بل بالعكس ده ادى الى تكاتف المواطن مع الشرطه، وعيد الثوره مع عيد الشرطه ده عيدنا كلنا، فده مهما يحصل مش هتقدر تطمس التاريخ، ده تاريخ موجود هتقدر تطمسه ازاي؟ فاستحال لاي حد يقدر يطمس تاريخ الوطن، هيقدر يطمس ملحمه الاسماعيليه اللي راح فيها اكثر من 50 ضابط واكثر من 80 جريح. تمام يا فندم، اعتقد ان دي عمرها يعني صدقت يا فندم ما تؤديش، بالعكس يعني دي تقاتل في المواطن مع الشرطه. يا فندم خليني اسال حضرتك، ليه وزاره الداخليه ما بتقدمش على عمل احتفالات خاصه برجل الشرطه في هذا الوقت؟ رجل الشرطه بيؤدي عمله،
احنا ما فيش الوقت اللي عندنا ان احنا نعمل احتفالات او الكلام ده كله. احنا يهمنا امن المواطن والمواطنين. انا لما المواطن يكون مبسوط وسعيد انا هكون مبسوط وسعيد كضابط شرطه. صدقت يا فندم، ده دورنا، ده دورنا كفي في الامني والمجتمعي. سياده اللواء، محتاجين من حضرتك توجه كلمه للشباب المصري في عيدكم رقم 67 وهو عيد الشرطه اللي احنا كلنا بنحتفل بيه، واحنا لو كانت وزاره الداخليه بخست حق رجل الشرطه في الاحتفال فطبعا المواطنين المصريين دايما بتلاقيهم خلف رجل الشرطه علشان خاطر كل حد منهم يقدر يقوم بمهمته الاساسيه، فمحتاجين من حضرتك توجه كلمه للمواطن المصري في عيدكم الحالي. اولا كده بوجه الشعب المصري تحيه يعني مني انا شخصيا يعني عن نفسي وعن ضباط الشرطه وعن السيد وزير الداخليه بمناسبه عيد الشرطه. واحب بس اوجه حاجه صغيره بس للشباب، نجم هناك تكاتف، يعني في بيكون في تكاتف بين المواطن وبين رجل الشرطه، ان المواطن يجب ان يكون يعني عندنا احنا الحمد لله الوعي موجود عندنا، لكن لو في حاجه خطا يبلغ عنها. احنا في ظروف امنيه يعني الحمد لله احنا في الاحسن، مستمرين في الاحسن، لكن برضك لسه اللي جاي، يعني في حاجات جايه برضك ان شاء الله هتكون احسن في الشغل وكده، لكن يجب على المواطن انه يخطر باي جريمه، باي خطا، ساكن جنبه غريب يخطر عنه نتاكد منه. فهنا التعاون بين المواطن ورجل الشرطه. وبقول للمواطنين برضو يعني خدوا بالكم من جيشكم وخدوا بالكم من شرطتكم، احنا في ايام صعبه والله يكون في عون القياده السياسيه، فلازم نكون كلنا يد واحده في مواطنين وشرطه وجيش، لازم نكون ايد واحده خلال الفتره القادمه. كل سنه وانتم طيبين. شكرا سياده اللواء، ويمكن سعداء بحضرتك وبوجودك معانا النهارده، وان شاء الله على امل اللقاء دايما، وكل سنه وكل رجل شرطه بالف صحه وسلامه. طبعا عيد الشرطه بالنسبه لنا هو يعني طبعا معانا اتصال تليفوني تاني من النائبه سحر صدقي. سياده النائبه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فندم بحضرتك. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله يا فندم. حضرتك النهارده كنا بنتكلم عن عيد الشرطه وعن دور رجل الشرطة في حياة المواطن العادي أو في حياة المواطن المصري، فمحتاجين حضرتك بصفتك عضو لجنة تشريعية داخل البرلمان المصري تقول لنا إيه هو دور البرلمان في محاولة تقنين وضع لمكافأة رجل الشرطة المصري؟ لا، هو أنا أقول لك إن رجل الشرطة ليه دور واضح مش من دلوقتي، يعني عيد الشرطة ده بمناسبة من أيام تصدي قوات الشرطة المصرية الباسلة عام 52 للاحتلال الإنجليزي الغاشم، وانتصرت الشرطة لإرادة الشعب المصري. كما يعني أنت عارف رجال الشرطة بيقوموا أولا بتوفير الأمن والأمان داخل بلدنا الحبيبة مصر في الوقت اللي احنا بننام حضرتك أولا فيه، وهم يعني بيكونوا سهرانين. فتحية لكل رجال الشرطة بقيادة معالي وزير الشرطة الرجل الخلوق وقيادته الحكيمة اللي بيوفر الأمن والأمان وعمل ترابط بين المواطن البسيط وبين رجل الشرطة. اولا حضرتك انا يعني بشكر رجال الشرطه بأخص كمان يعني تحيه خاصه ليهم في صعيد مصر. حضرتك احنا الشرطه ليها دور واضح جدا عندنا في صعيد مصر في وضع الخصومات الثاريه. حضرتك تعرف كويس ان احنا عندنا في الصعيد موضوع الطار دي من الحاجات اللي للاسف لسه ما زالت موجوده في صعيد مصر. فاحنا بالامس القريب كانت عندنا حضرتك خصومه راح ضحيتها اكثر من 18 مواطن في قرية اسمها كومهتيم، وكانت حضرتك يعني بيها على مدى تواصل المواقع التواصل الاجتماعي كلها كانت بتتكلم على هذه الحادثة، 18 واحد في قرية واحدة. فأنا النهاردة من خلال البرنامج بتاع حضرتك بشكر معالي مدير أمن جنا ومدير مباحث جنا وكل القيادات الشرطية بداخل محافظة جنا. أما بالنسبة لوضع البرلمان، وضع البرلمان بيعرف يقدر قوي رجل الشرطة، واحنا المفروض ان احنا في قانون متقدم من احد الزملاء بموضوع المعاشات الخاصه برجال الشرطه. طيب سياده النائبه، كنا متابعين في الفتره الاخيره عدد من التكريمات اللي حضرتك حصلتي عليها بمناسبه مبادره انت عظيمه، ممكن حضرتك يعني سريعا تقول لنا ايه هي مبادره انت عظيمه اللي حضرتك بتتبنيها الفتره الاخيره؟
حضرتك مبادرة انت عظيمة، هذه المبادرة اطلقها حزب مستقبل وطن بقيادة المهندس اشرف رشاد الشريف، بقيادة النائبة رشا رمضان امينة المرأة المركزية على مستوى الجمهورية. حضرتك دي بتهم المرأة بصفة خاصة، لان هي بتلعب حضرتك على ثلاث محاور. انت عظيمة اول حاجة، انت عظيمة بتهتم بتمكين المرأة اقتصاديا، وهي انت عظيمة بتعليمك، انت عظيمة بعملك، انت عظيمة بتنظيمك. لو تسمح لي بس يبقى في فرصة ان انا اقول لك كل واحدة على حدة كده كلمة واحدة بس عنها. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. انت عظيمة بتعليمك، ان هي احنا اصلا عاملين اتفاقية او بروتوكول مع مشروع محو الامية، وده بنسعى اصلا لتعليم المرأة، لان المرأة بعد الوضع اللي وصلته المرأة ما زالت ان عندنا بعض السيدات تجهل القراءة والكتابة، فلا يليق بالمرأة المصرية ان هي تكون ما تعرفش تقرا وتكتب. فاحنا عملنا المبادرة دي وفتحنا في محافظة جينا لغاية دلوقتي اكثر من 140 فصل خلال شهر 12. انت عظيمة حضرتك بتنظيمك، ودي الحاجة اللي احنا مهتمين بيها جدا بالنسبة لنا كمان في الصعيد، اللي هي خاصة اصلا بتنظيم الاسرة، لان احنا كل حضرتك ما بنعمل اي تنمية كثرة العدد السكاني بيلتهم، كل ما بنبني مدارس حضرتك تبص تلاقي المدارس غير كافية وعندنا تكدس في المدارس. فإحنا عاملين حملة مع الصحة ومع بعض الجمعيات الأهلية على أساس إن إحنا بنقلل في عدد الإنجاب وبنوفر الوسائل التنظيمية في القرى والنجوع والكفور والمراكز، وبنعمل قوافل طبية خاصة بهذا الموضوع. تاني حاجة، أنت عظيمة بعملك، ودي حضرتك بالاشتراك مع بعض الجمعيات الأهلية والصندوق الاجتماعي، ان احنا بنوفر فرص عمل للسيدات، وبنحول السيده اصلا بدل ما هي بتبقى سيده مستهلكه الى سيده منتجه، ودي حضرتك بتكون بفوائد بسيطه. انا حاسه ان احنا لو ربنا كرمنا ان شاء الله، وانا واثقه ان احنا هيكرمنا في هذه المبادره، ان احنا فعلا هتغير في طبيعه المراه المصريه، سواء كان بالتعليم او كان بالتنظيم او كان بالتمكين بتاعها الاقتصادي. سيادة النائبة، ألف شكر لحضرتك على مداخلتك معنا وعلى مباركتك لرجال الشرطة المصرية. طبعا هو يوم يعتبر يوم غير عادي النهاردة، طبعا هو يمكن فاضل 4 أيام على مناسبة عيد الشرطة. بنهني كل ضابط شرطة مصري، أن تكون شرطي معناها أن تكون في مهنة أن تعطي فقط، حتى وإن كلفك هذا العطاء حياتك. إن شاء الله هنعود بعد الفاصل لنبدأ في رحلة رياضية مع ضيفنا العزيز كابتن محمد نصر مدير نشاط رياضي في نادي الداخلية. انتظرونا بعد الفاصل. عودة مجددة أعزائي المشاهدين، وضيفي الكريم كابتن محمد نصر مدير النشاط الرياضي في نادي الداخلية الأسبق وعضو مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية في القاهرة. كابتن محمد نصر أهلا بيك، منورنا ومشرفنا. أهلا بحضرتك كابتن منير، وبصبح على مصر وبهني شعب مصر وكل الشرطة المصرية بمناسبة حلول عيد الشرطة اللي احنا كلنا هنحتفل بيه خلال الساعات القادمة القليلة. من حي أرواح شهداء الشرطة، رجال الأمن الساهرين على أمن الوطن، ما يقدمونه من مساندة ودعم المواطن المصري جاءت بعد مساندة السيد الوزير محمود توفيق عبد الجواد، الرجل الذي يعمل بصمت. هذا شخصية وزير الداخلية التي افتقدتها مصر منذ زمن طويل، أن يعمل ولا يراه أحد، يعمل بما يرضي الله لصالح الوطن والعباد، يعمل للقضاء على الإرهاب. منذ تولى المسؤولية عاد الروح لرجال الأمن، عاد الروح لأمناء الشرطة والعاملين المدنيين، أفراد الشرطة اللي جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن. عاد هذا الرجل بفلسفته وهدوءه التام
الروح القتالية والروح العالية لرجال الأمن. شفنا الأمن انتشر إزاي بصورة كبيرة غير ملحوظة في الفترة اللي فاتت بعد أن تولى مقاليد وزارة الداخلية هذا الرجل. كل التحية والتقدير لما يبذله هو ورجال الأمن، وتحية لشهداء الشرطة في عيد الشرطة، وكلنا لا ننسى الملحمة الباسلة لرجال الأمن في الإسماعيلية الذين رفضوا الاستسلام للحفاظ على مصر وأمن مصر والحفاظ على المواطنين عند العدوان الغاشم على مدينة بورسعيد والإسماعيلية. طبعا لما يكون معايا النهاردة ضيف كابتن محمد نصر فأنا قاعد مع شخصية مزدوجة، شخص سياسي وشخص رياضي، وبناء يمكن حاجة دخلت علينا اللي هي في الحتة السياسية الجميلة اللي موجودة عند حضرتك بصفتك عضو بارز ورجل من الشخصيات العامة الموجودة بصفة مستمرة. طبعا النهاردة هيكون حديثنا في الفقرة الرياضية عن بعض المواضيع بعيدة تماما عن نادي الداخلية وبعيدة تماما عن محور عمل كابتن محمد نصر. النهاردة هنناقش بعض الأخبار الرياضية من أهمها أخبار دوري القسم الثاني. النهاردة طبعا يوم الثلاثاء 21 يناير موعد انطلاق 5 مباريات في المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني، ولكن هنقرأ على حضرتك خبر من الأخبار اللي ممكن تكون لفتت الانتباه في الفترة الأخيرة بحيث احنا نناقشه مع حضرتك. أرسل عدد كبير من أندية القسم الثاني خطابات إلى اتحاد الكرة تضمنت مطالبة هذه الأندية بتأجيل تطبيق دوري المحترفين في القسم الثاني إلى الموسم بعد المقبل، خصوصا أن اللجنة الخماسية قد قررت تطبيق هذا الدوري اعتبارا من الموسم المقبل على أن يكون 24 فريق على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 12 فريق، ويسعى اتحاد الكرة إلى تسويق مسابقة القسم الثاني بحيث يعدد موارد الجبلاية وكذلك إفادة الأندية بحقوق البث، حيث أن تسويق المسابقة بشكلها الحالي شبه مستحيل، وهي تقام من 3 مجموعات وتضم كل مجموعة 12 فريق. يعني باختصار حضرتك يعتبر أندية القسم الثاني شافت أن مش من مصلحتها تطبيق دوري المحترفين في الموسم القادم. تفتكر يعني أندية القسم الثاني هل ليها مصلحة فعلا في عدم تطبيق دوري المحترفين في القسم الثاني؟ الأول بحيي عمرو الجنايني واللجنة الخماسية التي أدارت كرة القدم منذ أن تولت المسؤولية بعد سقوط المنتخب الوطني في موقعة أمم أفريقيا على أرض الوطن. تولى هذه اللجنة بشفافية مطلقة بكل ما أوتي لها من قوة لتصحيح مسار الفساد القروي والفساد الإداري الذي كان يحيط بمنظومة الكرة. فكون هذه اللجنة أن تأخذ هذا الخطوة الإيجابية التي تأخرت عنها مصر كثيرا في الدول التي كنا نحن روادها وخدنا الريادة الكروية منذ قبل، تفوقت علينا دول كثيرة ودشنت دور المحترفين. فأنا بحييه الأول على اتخاذ هذا القرار وبقول له لا تتراجع، حتى لو بلغت هذا التراجع أن تترك مسؤوليتك فاعمل لصالح مصر. دور المحترفين كلنا انتظرناه، دور المحترفين هينقل مصر نقلة حضرية في كرة القدم، هيزيد من مستوى الكرة والمنافسة القوية، وهنقدر ندخل شركات كثيرة تدير كرة القدم. لأن حضرتك يا كابتن منير ونعرف المشاهد واللي بيتابعنا دلوقتي إن عشان يبقى عندي دوري محترفين لازم يبقى شركات الكرة تشتغل، وطالما في شركات كرة يبقى في استثمار هيضخ بالملايين تصل إلى المليارات. هننقل نفسنا نبص زي الدوري الاوروبي. امال ليه انديه القسم الثاني مش حابه ده؟ يعني ليه انديه القسم الثاني مش عايزه ده يحصل؟ هوضح لحضرتك، عشان ندشن دوري المحترفين لازم شركات الكره هتخش، ولازم هيبقى في ضخ اموال كبيره بالملايين من الشركات دي، وهيبقى في منافسه على اللاعب وعلى تسويق اللاعب وعلى تسويق الحكم وعلى تسويق كل عناصر اللعبه. عناصر اللعبه مش لعيبه فقط، ده مدربين اداريين حكام. ده فعلا اللجنه دي خدت طريق خير لمصر. طيب اما عن انديه القسم الثاني واعتراضها، انا برى ان هم عايزين يقعدوا مع عمرو الجنايني ويوعي رؤساء الانديه ديت بمفهوم الاحتراف الحقيقي، علشان لما يتوعوا تلك الانديه اكيد هيغيروا وجهه نظرهم وهيرجعوا عن الخطابات اللي ارسلوها للاتحاد، لأن دور المحترفين هي طوق النجاة للكرة المصرية بكل درجاتها. لازم عندنا النادي هياخد فلوس كتير، هم خايفين من الانفاق؟ لا، ده هيجيله موارد مالية
كبيره جدا هتنقل النادي وممكن من خلالها ترجع انديه الجماهير اللي احنا دلوقتي مش شايفينها في الكره المصريه. طبعا النهارده هيكون في 5 مباريات في القسم الثاني وهي يعتبر بدايه الدور الثاني في المجموعه الثالثه. عندنا النهارده الرجاء مع ابو قير الاسمده، ديكيرنس مع الاولمبي، دمنهور مع بلديه المحله، المنصوره مع الحمام، فاركو مع بيلا. مجموعه تقيله كابتن محمد، فيها يمكن 6 انديه لعبت دوري ممتاز قبل كده. في البدايه يعني محتاج اسال حضرتك، ليه بلديه المحله، غزل المحله، الاولمبي، ليه الانديه دي نزلت ما طلعتش تاني؟ المنصوره ليه الانديه دي نزلت ما طلعتش تاني؟ عشان حاجتين. الشك الاول الانديه دي كانت بتطلع الدوري وبعدين تبيع لعيبتها. اللي بيبيع لعيبته وما بيحافظش على موارده من اللعيبه ما ينفعش يبقى في الممتاز. ما هو اللعيب ده السلاح اللي انا بكسب بيه الماتشات وبقدر احط نفسي على خارطه الكره المصريه في اعلى مراتبها. الحاجه الثانيه ان طبعا مع تحول اللعيبه والكره المصريه للتسويق بشكل كبير واسعار اللعيبه ومع عدم وضع ضوابط في انتقال اللعيبه بين الانديه سقطت تلك الانديه في قاع الكره المصريه بفعل فاعله سوء اداره الكره المصريه. طيب من راي حضرتك ايه هي يعني اكتر الفرق حظوظا السنه دي في الصعود؟ المنصوره، بلديه المحله، نادي دمنهور. طبعا المجموعه دي من اصعب المجموعات اللي موجوده في دوري القسم الثاني. انا شايف المحله وشايف بلديه المحله والمنصوره هما الاقرب احدهما سيكون في الممتاز. البلديه والمنصوره اي من الاثنين دول هو الاقرب واحد منهم هيطلع الممتاز. طب بحديثنا عن المنصوره، طبعا موجود معاهم دلوقتي صديقنا العزيز كابتن ياسر عبد الواحد، من الناس الجميله اللي تولى المهمه مؤخرا بشكل محترم جدا، وطبعا هيجي لنا دلوقتي على التليفون كابتن ياسر بحيث ان احنا برضو نناقشه، يمكن عنده راي مختلف، يمكن بيؤكد على كلام حضرتك. برضو هرجع بحضرتك او اخدك لمحور تاني كابتن محمد، بصفتك كنت مدير النشاط الرياضي في نادي الداخليه ومن مؤسسي كره القدم داخل وزاره الداخليه بصفه عامه، امتى هنشوف نادي الداخليه مره تانية في الدوري الممتاز؟ النهارده في المجموعه بتاعت القاهره الكبرى في 2 مديرين فنيين كبار جدا من ابنائي وابناء نادي الداخليه وابناء نادي الشرطه، كابتن هيثم شعبان توفيق المدير الفني لسيراميكا فرعنه والمتصدر مجموعته بفارق 8 نقاط قبل لقاءات الاسبوع الجديد، الكابتن هشام زكريا اللي كان نقطه مهمه جدا توليه مقاليد الاداره الفنيه في نادي الداخليه، قدر يلم شمل الفريق، بيعرف يلم اللعيبه، مدرب كف، مدير فني كف، ارتدى فانيله نادي الداخليه فعنده الانتماء. فانا شايف ان الماراثون هيكون بين الكابتن هيثم والكابتن هشام زكريا الى ان يصعد احدهما الى الدوري الممتاز هذا الموسم. لن يخرج الصعود من بين فكي الاسد بين الداخليه وسيراميكا. طيب معانا صديقنا الجميل كابتن ياسر عبد الواحد على الهواء في مداخله هاتفيه. كابتن ياسر صباح الخير. صباح الخير، ازاي حضرتك؟ طمنا عليك. ازيك يا كابتن منير؟ كله بخير الحمد لله. كابتن ياسر كلمنا عن تجربتك مع نادي المنصوره وازاي قدرت تنقل الفريق من المركز العاشر للمركز الرابع في الوقت الضيق ده. والله يا كابتن مورين انت عارف يعني الفتره اللي فاتت احنا يعني احنا كنا في موقف وحش وكنا في كبوه. طبعا الحمد لله قدرنا نعديها. طبعا مجهود اللعيبه والجمهور ومجلس الاداره تكاتفوا مع بعض الفتره اللي فاتت. من اول ما تنزل المسؤوليه الحمد لله احنا كسبنا 4 ماتشات ورا بعض، لعبنا 5 مباريات، خسرت ماتش فاركو وبعد كده 4 مباريات الحمد لله ربنا وفقنا وكسبناها الحمد لله. طبعا يمكن بصفتك كنت في يعني في نادي المنصوره لاعبا ثم مدربا بقطاع ناشئين ثم مدربا او مدير فني للفريق الاول، محتاج اسال حضرتك سؤال يمكن على الهامش، ايه الفرق بين وجود ياسر عبد الواحد في نادي المنصوره كلاعب ووجوده كمدير فني؟ والله كابتن مورين انت عارف يعني لاعب، انت عارف انا ابن ابناء نادي المنصوره وتربيت في النادي، وطبعا النادي لما بيبقى في كبوه ولا الكلام ده الواحد يعني بتاثر. لما بيت مدرب طبعا الحمل بيزيد، عندك انت بتلعب في مدينه كبيره ونادي كبير نزل زي نادي المنصوره، فالضغط عليك بيبقى جامد جدا. صدقت معاك حق.
تمام. انا لسه حتى معايا ضيفي العزيز كابتن محمد نصر، بقول له ان المجموعه الثالثه في دوري القسم الثاني تعتبر مجموعه الموت، يعني زي ما بيلقبوها، يعني نادي دمنهور، نادي فاركو، غزل المحله، بلديه المحله، كلها انديه اصلا نازله من الدوري الممتاز. كابتن ياسر، مين الخصم اللي لما بتتقابل بيه في الدوري السنه دي بتعمل له حساب؟ بص يا كابتن منير، والله انت عارف، يعني انت عارف المجموعه السنه دي المجموعه القليله، يعني مش زي السنين اللي فاتت احنا 12 فرقه بس، فالامور بتبقى صعبه شويه، يعني حتى الدور الثاني تبدا الدور الثاني يعني ما بتفقد بنت، مش بيبقى صعب شويه. فكل الفرق يعني انا بالنسبه لي انا كله زي بعض، وانا اصلا انا قايل للعيبه كمان انت ما تبصش لتحت ولا تبص لفوق، انت خليك ربنا يكرمك تلعب الماتش بماتش، انا عاوزك تيجي مره واحده تفوجئ اللي انت اول او تاني، ما تبصش اللي فوق عنده كام ولا اللي تحت عنده كام، خلينا ماشيين جنب الحيط كده. تمام كابتن ياسر. وانا من اول ما توليت المهمه طبعا اشتغلت مع اللعيبه، اول حاجه الشغل النفسي قبل الشغل الفني، لان طبعا كان اللعيبه نفسيتها كانت تعبانه الفتره اللي فاتت. طبعا حضرتك موجود كابتن ياسر في نادي جماهيري، نادي كبير، واعتقد ان الجمهور بيشكل سلاح ذو حدين، يا اما ممكن يكون بيرفع المدير الفني وبيرفع اللاعبين معاه، يا اما بيكون بيشكل ضغط كبير عليه. جمهور المنصوره انهي في الاثنين يا فندم؟ الو كابتن ياسر. ايوه كابتن، بقول لحضرتك الجمهور بتاع المنصوره انهي في الاثنين، بيشكل ضغط على اللعيبه وعلى الجمهور، ولا مساند وداعم قوي لياسر عبد الواحد؟ لا ده انا عاوز اقول لك الفتره اللي فاتت ديت الحمد لله، يعني الحمد لله اول حاجه طبعا التوفيق من عند ربنا وده كرم من عند ربنا. الجمهور الفتره اللي فاتت مش قادر اقول لك يعني مساندنا بطريقه فظيعه، يعني حتى مثلا واحنا غير موفقين برضه بيساندنا، بيجي ورانا في كل حته، اسكندريه مطروح بيجي ورانا، فهو فعلا السند الاول لينا الفتره اللي فاتت دي. طيب يمكن طبعا احنا عارفين قد ايه ان في معوقات كبيره يعني بتعوق كابتن ياسر عبد الواحد في تجربته مع المنصوره، فخلينا اساله سؤال جريء على الهامش يعني. كابتن ياسر، هنسمع على المواقع بعد يومين ان ياسر عبد الواحد ساب الفريق ولا مكمل رغم كل المعوقات دي؟ لا والله انت عارف يا كابتن مولي، طبعا الفرق الدعم، الفرق الشعبيه دايما يعني الدعم بتاعها بيبقى ضعيف شويه، يعني فرق الشركات. ونادي المنصوره طبعا انت عارف انه ما فيش موارد، واحنا الفتره اللي فاتت كلنا مستحملين وكل حاجه، فالفتره اللي فاتت ديت يعني برضو كان الموارد الماليه ما كانتش متظبطه شويه، ما فيش بس رئيس النادي هو الوحيد اللي بيدفع من جيبه. فالفترة اللي فاتت كان في زنقة شوية. فالحمد لله يعني قدرنا برضو، كنا برضو كان في شوية مشاكل وكده. برضو الحمد لله رجعنا تاني الفترة ديت، وإن شاء الله ربنا يكرمنا الفترة الجاية بإذن الله يا رب. ربنا يوفق حضرتك كابتن ياسر، لاعب نادي المنصورة ونجم ومنتخبات الناشئين في جميع المراحل. شكرا لحضرتك على مداخلتك معانا، وربنا يوفقك النهاردة في ماتش الحمام وترجع لنا فيه بفوز إن شاء الله. كابتن ياسر يعتبر من المدراء الفنيين الشباب اللي كان ليه دور كبير جدا مع فريق المنصورة كلاعب ثم كمدير فني. النهاردة كابتن محمد هناخدك من حتة القسم الثاني لدوري أو مسابقة هي يمكن عمرها ضئيل جدا بالنسبة لتاريخ حضرتك الكبير، يعني مسابقة دوري مراكز الشباب. طبعا خلينا نقول ان حضرتك يمكن برضو يعني ليك باع طويل مع وزاره الشباب والرياضه ومع الوزير خالد عبد العزيز من قبل والوزير اشرف صبحي في الفتره الحاليه، فمحتاجين نقول لحضرتك يعني كلمنا عن اهداف دوري مراكز الشباب الموجوده في الفتره الحاليه. كلنا شفنا ما قبل التسعينات وما بعد التسعينات والقرن الماضي، شفنا ان مراكز الشباب كانت تحولت لفترات طويله وعزفت عن دورها وتحولت الى معترقات سياسيه وتسييس الشباب وتجهيزهم وابتعدت عن صناعه البطوله. منذ مجيء الدكتور اشرف صبحي ومن قبله المهندس خالد عبد العزيز ومع تولي الدكتور اشرف البجرمي احد الشخصيات الفريده في قياده الشباب والرياضه داخل محافظة القاهرة عاصمة مصر، قدروا يعملوا دوري ناجح. الدوري ده بيفرز لعيبة للأندية، هو ده دور مراكز الشباب، إن أنا أطلع لعيبة صغيرة وأطلع شباب وحافظ على الشباب وأبعده عن الانحراف والإرهاب عشان يبقى شباب مصر بيتم تنشئته تنشئة سوية. عادت الشباب والرياضة إلى دورها مع أكثر من مكانة مع خالد عبد العزيز،
النهارده الدكتور اشرف صبحي، لان اول وزير يجي متخصص من كليات التربيه الرياضيه او من خريج التربيه الرياضيه، فاذا يعي قيمه الرياضه ويعي قيمه الشباب. وانا شايف ان الشباب والرياضه مع الدكتور اشرف صبحي والدكتور اشرف البجرمي وكل مديريات الشباب والرياضه على مستوى الجمهوريه اللي بتشتغل بفلسفه واحده، وايضا الدكتور محمود الصبروت في مديريه الشباب والرياضه بالاليوبيه وكيل الوزاره، انا شايف النهارده الدكاتره العظماء دول في مجال علم الاداره والتدريب سينهضوا بمصر في العديد من البطولات الاولمبيه والقاريه والمحليه. وانا شايف ان مراكز الشباب تحول دورها وعادت الى رشدها في احتواء الشباب واقامت انشطه رياضيه تطلع نجوم لمنتخبات مصر، لان لولا قيام مراكز الشباب بدورها والانديه بدورها في صناعه البطل لا مصر لم تحقق اي بطوله على الاطلاق، لان دي المفارقه الحقيقيه اليوم. حضرتك شايف ان التجربه دي يعني اتت بثمارها بالفعل وبقى ليها نتائج موجوده على ارض الواقع؟ حتى لو ما اتتش بثمارها بنسبه 100%، لكن اتت بثمارها ان انا بقيت احتوي الشاب بدل ما بيطلع يقعد على الكافي ولا يقعد على القهوه ولا ينحرف ولا ينضم لاي جماعه عربيه، انا خدته عشان افرغ طاقته دي في مكانها الطبيعي، فتحت له الابواب النهارده الانديه بكام الف جنيه العضويه. فمركز الشباب هو المتنفس لابناء شعب مصر، الكلام اللي بياكده الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما وابدا، رعايه الشباب ومد ايده للشباب وخلق كوادر من الشباب لتولي الشباب المناصب القياديه، ودينا شفنا كام نائب وزير النهارده شاب وكم وزير شاب وكم محافظ شاب وكم نائب محافظ شاب. هذه فلسفة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا فلسفة مصر، الشباب هم وقود الوطن، دون الشباب لن تتقدم مصر إلى الأمام. وعشان كده منذ مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع نسبة عينه الشباب وبدأ ياخدهم من الطرق الخاطئة التي انساقوا إليها وحطهم على طريق مصر، مصر الجديدة، وبيبني بيهم سواعد الوطن الجديد. طيب يعني خليني اقول لحضرتك برضو ان وزاره الشباب والرياضه دورها غير مقتصر على انها تقيم دوريات، لان ده ليه اتحاد، في اتحاد كوره هو المسؤول عن الكلام اللي زي ده. خلينا نقول ليه مديريه الشباب والرياضه في المحافظات ما بتقدرش مثلا انها تحاول تستفيد من كم اللعيبه المنتسبه للمديريه في المحافظه نفسها؟ يعني بمعنى اصح تقدر تقنن وضع معين من خلاله تقدر تستفيد من اللعيبه، تقدر تخلق موارد خاصة بيها في الوقت الحالي. هي وزارة الشباب والرياضة، رجعنا لسؤال حضرتك يا كابتن منير، هي بتدير من خلال مراكز الشباب اللي هي المسؤولة الأولى والأخيرة عنها. ما بنتكلمش على الاتحادات، لكن دور وزارة الرياضة مع الاتحادات واللجنة الأولمبية لهم دور مشترك عشان الحفاظ على الأبطال وتقديم المساندة والدعم من الدولة للنهوض بالأهداف القومية للرياضة المصرية. فهنا النهارده مفيش تعارض بين إدارة الاتحادات الرياضية لمسابقات الناشئين والشباب أو الكبار مع وزارة الرياضة اللي بتدير دوري مراكز الشباب. هكون سعيد جدا يا كابتن محمد وأنا بتكلم عن تجربة خاصة بدوري مراكز الشباب في محافظة الغربية، معي ومعكم الأستاذ أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة في الغربية. أستاذ أحمد أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم، صباح الخير يا فندم. محتاجين حضرتك تكلمنا عن مجهودات المديرية في إخراج دوري مراكز الشباب في الغربية بهذه الصورة المشرفة يا فندم. نعم يا فندم. مجهودات مديرية الشباب والرياضة في الغربية يا أحمد بيه في إخراج دوري مراكز الشباب في هذه الصورة المشرفة اللي احنا شفناها بيها في النهائي العظيم اللي حضرتك حضرته وحضر فيه السيد طارق رحمي محافظ الغربية. تمام يا فندم، أشكر ذوقك طبعا لحضرتك وأشكر المشاهدة الجميلة، رأيكم الجميل، القناة المحترمة اللي بتنقل فعلا نبض الشارع في وسط الدلتا. الحقيقة مديرية الشباب والرياضة كثيرة جدا جدا بدعم من معالي وزير الشباب والرياضة معالي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بدوري مراكز الشباب لاستثمار طاقات الشباب واستخراج المواهب العناصر المتميزة رياضيا في دوري مراكز الشباب. حضرتك تعلم تماما ان دوري مراكز الشباب حين كانت البلاد متوقفه فيها الدوري الممتاز، تم استنساخ نسخه من دوري مراكز الشباب
وهذه النسخه السابعه على التوالي، السبع سنين متواليه، قمه النجاح وقمه التالق من وزاره الشباب والرياضه بتدعم دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهوريه كلها، بتدعم الشباب، بتدعم جميع مراكز الشباب المشاركه في الدوري بالملابس الرياضيه وبالمستحقات الماليه في حاله الفوز وفي حاله التعادل، بتدعم الحكام، بتدعم الاسعاف اللي موجود كمان في المباريات. الحقيقه وزاره الشباب والرياضه مغطيه دوري مراكز الشباب على اعلى مستوى من الحدث، في اهتمام كمان عالي جدا من معالي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه ان بيتواجد في وسط الشباب، وكان شرفنا طبعا في المباراه النهائيه اللي شاهدتموها حضراتكم. المباراه كانت في مركز شباب بسمون، طبعا كانت قمه التالق بين مركز شباب بيرما ومركز شباب شبرا ومركز المحله. الحقيقه كان قمه التالق من الشباب، اسعدنا الشباب بدوري. احمد بيه، محتاجين نخص بالذكر مديريه الشباب والرياضه في الغربيه، طبعا احنا داخلين على مشارك بدايه اجازه نصف العام، محتاجين تقول لنا ايه خطه المديريه في الاستفاده في بالاجازه دي؟ الحقيقه احنا عندنا خطه للرياضيه في اجازه نصف العام الدراسي دسمه جدا جدا من المحافل الرياضيه، بوجود كمان على راس هذا العمل معالي المحافظ الدكتور طارق رحمي اللي بيتواجد معانا فعلا في الانشطه الرياضيه. عندنا ان شاء الله يوم 31/1 سباق الجري ان شاء الله في شارع البحر حتى الاستاد الرياضي لحضور الاستاذ المحافظ، هيمارس الرياضه ويمارس مسابقه الجري مع الشباب. عندنا ان شاء الله احتفاليه كبيره جدا جدا في قاعه 23 يوليو بمدينه المحله لتكريم الابطال الرياضيين، ابطال محافظه الغربيه اللي منهم الكابتن العالمي محمد صلاح طبعا، ومنهم الكابتن محمد صلاح اللي هو الحارس المرمى للزمالك، ومنهم الكابتن اسامه جلال لاعب انبي وابن الغربيه اللي حققهم مع الكابتن شوقي غريب، وبالاضافه طبعا المدير الفني الكابتن شوقي غريب. دول هيكون ان شاء الله في احتفاليه على مسرح قصر سكوت 23 يوليو، بوجود فرق الجمباز، بوجود فرق الطلائع، بوجود فرق العروض الرياضيه هتقدم على المسرح، والقرار الموسيقى ان شاء الله، وفي النهايه هيكون تكريم لهؤلاء الابطال محافظه الغربيه. طبعا يا فندم احنا يمكن من اكثر الناس يعني درايه بالكلام اللي حضرتك بتقوله، لان احنا ابناء محافظه الغربيه وبنتشرف بان احنا منتسبين لمديريه الشباب والرياضه بالغربيه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ احمد. طبعا هنتقل سريعا من دوري مراكز الشباب لتغطيه مسابقه اشهر ناشئ في مصر واعلان النتيجه النهائيه للدور الاولاني وفوز اللاعب احمد سمير لاعب بني عبيد، احمد فتوح لاعب كفر الزيات، ادهم السقا لاعب اكاديميه النصر، حسام العداس لاعب غزل المحله، رضا المحلاوي لاعب التنميه سبورت، سيف السقا لاعب بلديه المحله، كريم مطاوع لاعب النصر الرياضي، محمد اسماعيل هنو لاعب النصر الرياضي، محمد سامي لاعب نادي فاركو، محمود علام لاعب نادي سمنود، ناجح المدريدي لاعب نادي المجد، يوسف حسونه لاعب نادي النصر الرياضي اللي بنتمنى له عوده سالمه ان شاء الله الى ارض الملاعب. كابتن محمد نصر، سعيد بوجودي مع حضرتك ووجودك معانا النهارده في اولى حلقات برنامج حديث العاصمه، وبنتمنى لك دايما دوام التوفيق وتكون ضيف عزيز علينا في الاوقات اللي جايه. وانا سعيد يا كابتن منير بنجاحاتك وبمجهودك، وبهنيك على البرنامج الرائع ده من كل قلبي، لان انا عارف انك طموح ولسه هيبقى في حاجات اكتر من كده في مسيره حياتك. اشكرك شكرا جزيلا كابتن دايما محمد في كل المنابر الاعلاميه على اعلى مستويات. شكرا جزيلا كابتن محمد، شكرا لحضرتك، وسعيد ان انا اكون موجود معاكم ان شاء الله كل يوم ثلاثاء الساعه 11 صباحا برنامج حديث العاصمه على قناه الصحه والجمال، معاكم منير علام الدين، ولكم تحيات فريق الاعداد وعنهم الزميله الصحفيه ايه جمال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.